بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضرتكم. في ناس كتير بتشتكي من قصة إن إحنا بنروح المشاتل وبتنصب علينا، والناس بترش لنا مثبت للأزهار، مثبت للشتلات علشان تقعد أكبر فترة ممكنة. فإيه الحل في القصة ده؟ هي يا عم، حتى لو أنت مزارع بسيط على قدك ومحتاج لك 50-60 صينية، ممكن تشتري الصينية دي، الفوم دي تقريبا ب10 جنيه ولا حاجة، وهتجيبها وهتجيب اللي هو التربة الزراعية ده. هي التربة الزراعية دي ألماني أو أي حاجة اللي جاهزة يعني، تمام، أو أي حاجة من اللي هي التراب اللي هي اتحاد أوروبي بتجيبها، تمام، وبتبدأ تملى الصينية بتاعتك زي كده هوت خالص، وبتحط على الأقل في الخيار يعني، وبتحط البذور بتاعتك كده، وبتقعد إيه تردم عليها كده، تمام. واحد هيقول لي طب انا ما عنديش بيتموس، ما عنديش التربه الجاهزه دي زي مصر، هقول لك هات باكت باليته البيتموس، تمام، يقابلها 3 شكاير فيرموكلايت، تمام، وبتخلطهم على بعض كويس. بعد ما بتدوب البيتموس في الميه، بتخلط عليه 3 شكاير فيرموكلايت، وبتحط عليهم 0.5 كيلو 20-20-20، تمام، بس من مصدر محترم. وبعد كده يا سيد الفاضل، حضرتك بتجيب في حدود 50 جرام عناصر صغرى، و50 جرام مطهر فيتروزريكس مع توكسين منقطع، اي حاجه اللي موجود عندك هاته وحطه، تمام تمام. واملى الصينيه بتاعتك بالخلطه بتاعتها، بس لما تدوس عليها كده ما تنزلش ميه، خليها جافه ما تخليهاش طريه، تمام. وبتبدا تملى الصينيه بتاعتك زي ده، تملى الصينيه وبتزرعها زي ما زرعنا قدامك كده. وبعد كده المرحله اللي جايه، بتجيب شويه تربه زي ده وبتحطهم كده وبتمشيها اهي، تمام، اهي بتمشيها على الايه، على بحيث ان هي نردم عليها. بعد ما ردمت عليها كده اهو، الصينيه اصبحت اهي مردوم عليها اهو، ما فيش اي حاجه خالص، تمام، اهي. بتبدا تجيب لها شويه الايه، شويه الميه، بترشها ميه، وميه ايه، ميه بسيطه، ميه ايه، ميه بسيطه، تمام. اول مره دي بتشبع فيها ميه، تمام، بتشبع ميه بحيث ان ايه، هي ريه وخلاص. وبتبدا تسيبها على الطاولات كده اهوت، سواء في الشتاء او في الصيف هي بتطلع. لو في الشتاء ممكن تغطيها بس بغطا بصينيه مقلوبه عليها، او يعني الجو يبقى مظلم عليها شويه كده، وبتسيبها في البيت على 4 أو 5 أيام حسب درجات الحرارة بتطلع، تمام. شايف الإنبات اللي عندنا عامل إزاي؟ طب بالله عليك أنت قادر تعمل ده؟ وهو ده يعني مش 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 يعني هو الذرة يعني، لا، دي حاجة بسيطة جدا وأنت قادر تعملها أهو، تمام. شايف الإنبات، شايف النظافة، مفيش حاجة بقى اسمها واحدة كسلانة، واحدة نايمة، واحدة الكلام ده كله، تمام. أهو انا بعملش حاجه، الرجاله هم اللي بيعملوا الكلام ده، بس كل القصه ما فيها ان هم اتعلموا من الاول على الصح. الشباب اتعلم من الاول صح، دي حاجه بسيطه جدا. بدل ما صاحب المشاتل يستغلك، دي رقم واحد، يرش لك مثبت بقى، ما يرش لكش، يكون راجل محترم. المهم في الاخر بندخل في ايه، في سين وجيم، والدنيا مش مظبوطه. بس خد بال حضرتك، بعد الانبات ده لسه منبت النهارده الصبح، النهارده الصبح. انا دايما علشان الفيران، انا دايما علشان الفيران ما تاكلش عندي، بجيب الروكليل الاخضر ده وبغطي بيه الصينيه يعني، قبل بعد ما بروها ميه الريه الاولى، بحط على الروكلين دوت عشان الفيران ما تاكلش، تمام، يبقى في حاجز يعني، تمام. بشيلت الروكلين ده عليها النهارده الصبح، لقيتها كلها كده ما شاء الله طالعه، تمام. وابتدينا زي ما انت شايف اهوت، حاجه يعني ما شاء الله تفرح، وتفرح جدا كمان، تمام. مفيش حاجه بقى اسمها كسلانه، مفيش واحده قايمه وواحده نايمه، مفيش واحده صفراء، مفيش الكلام ده كله. بس خد بال حضرتك، الشتلات 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 يا جماعه، مشكله الشتلات عندنا في حاجه واحده، ادي الصف الثاني اهو، الشتلات مشكلتها عندنا في حاجه واحده اللي هي ايه، اضافات الميه بعد ما الانبات، يعني بعد الانبات ممكن واحد يروي ريتين ثلاثه غزار على الوضع ده، انسى انك انت اساسا زرعت خيار. خلاص هتدمر نفسك، هتدمر نفسك، دي ما فيهاش يعني كلام كتير، بامانه الله يعني، تمام. يعني انت ان شاء الله كده لو قدرت، دي ممكن تقعد يوم يومين من غير ري على حسب، تمام. عايز اروي يبقى اروي، بشوف بحاجه يعني بسيطه خالص كده، تمام. ليه؟ لان الجو اساسا مش مستحمل عندي ميه، مفيش بخر، مفيش تصريف للميه، تمام، لان الجو عندي شيء برد، دي حاجه. الحاجه الثانيه عندي طول الليل طويل، فما فيش اضاءه شمس، والدنيا مش مظبوط يعني. المهم انت حضرتك من الاخر، حته الري بعد الانبات ديت لازم تاخد بالك منها كويس جدا، وما تدخلش في قصه يعني
دي انا عمري ما حطيت على فكره، انا ما بسقيش متاخرات فطريه. ليه؟ لان انا عارف بعمل ايه، انا عارف الفطر عمره ما هيجيني طالما انا منضبط في الري، تمام، طالما انا مظبط درجات الحراره عندي، طالما انا مظبط درجات الرطوبه عندي، والرطوبه ما بتعلاش عندي في البيت، ما فيش اي مشكل خالص عندي، لا يمكن هيجيني اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها والمقززه اللي انا بشوفها بصراحه ربنا. في الاخر بقول لك اصل انت بتتنرفز. ما انا بتنرفز والله العظيم، خايف عليك، بس انت حالك مايل، حالك مايل تقعد ترغي مع المدام طول النهار وتسيب شويه الشكل ده يتدمر ويعملوا. المهم انك تقعد مع الرجاله تحكي وخلاص، انك ايه زرع صوب وخلاص. زرع صوب لازم تشتغل وتتعلم، واذا خربت حاجه عندك يبقى لازم نتيجه الخراب ده تكون اتعلمت حاجه، مش خربت وخلاص. خربت ايه يا عم انت كمان؟ الخراب ده لازم تكون ايه؟ لازم تكون اتعلمت حاجه، تمام؟ في الغالب بالظبط بالظبط يعني 10 ايام الخيار ده هو بيتنقل، بس يا ريت نزرعه. الخيار دايما بيبقى مفترش مش قائم زي الطماطم، يعني الطماطم تمشي في الصواني 290، الخيار يا ريت نزرعه في 85 اللي هي العين الكبيرة دي. يعني ليه؟ علشان النبات ياخد البراح بتاعه كويس، تمام؟ والنبات بينبت، والنبات بينبت، ما تسقيش ميه كتير، تمام؟ عشان دي تطلع، دي اللي كسلانه ديت، لو انت عطشت يوم واحد هتبص تلاقيها طلعت، اما لو انت بتدي ميه تدي ميه تدي ميه هتدي منها واقفه زي ما هي كده، تمام؟ اللي يظهر لك ان الشتله ماشيه في الامور المظبوطه بتاعتها ايه؟ ان المكان ده ما بيبقاش اخضر يا جماعه، المكان ده لو تحول للون الاخضر معنى كده ان عندك الرطوبه زايده، حاجه من الاثنين، يا الرطوبه زايده يا اما نسبه الاضاءه عندك مش مظبوطه، قد تظهر في اخر الشتلات نتيجه ان الشتله دي بتغطي فتعمل تظليل، فانا معاك في القصه دي. اما قصه انك انت النهارده شغال عمال بتدي ميه هتلاقي دي كلها اصبحت خضراء بتعمل طبقه ريم، طبقه الريم اللي احنا بنشوفها هنا يعني دي لو رويت كتير هتبقى خضراء، خضراء ومش خضراء وبس، بتعمل طبقه ريم كده، طبقه الريم ما بتسربش الهواء للجدر، فالجدر بيحصل له ان هو مش طايل يمتص الهواء، طب مش طايل يمتص الهواء ايه اللي هيحصل له؟ اتخانق، واحد اتخانق، هيقدر يتنفس مش هيقدر يتنفس، بيحصل ان هو هيموت، تمام؟ فتاخد بالك من الليله دهيت كويس، تمام؟ الري الري الري، تمام؟ في التغذيه انا والله ما بغذيش المشاتل، يعني رغم ان انا عامل فيديوهات عن المشاتل دي كنت بغذيها لما كان عندي حاجه واحده بس، ايه هي الحاجه ديت؟ لما كان عندي مشتل بشتغل في مشاتل، فالفلاح بيبقى متسربع وعايز وعايز وعايز، في الحاله ده هي كنت بعمل ايه؟ كنت دايما بعمل قصه ان انا اسمد المشاتل بتاعتي، ان انا اسمد المشاتل عشان اسرع في عملية تسليم المشتل، لان الصينية كل ما كانت تقعد عندي في المشتل كل ما بتكلفني تكلفة جديدة خالص، تمام؟ ده كل اللي احنا بنقوله على الـ بالنسبة للشتلات بتاعت الخيار اللي انت شايفها ده، هي نسبة الانبات 10/10، الدنيا مظبوطة معاك. لو بعد 3-4 ايام سقيت فطري حبين يا زين، انت كده تمام التمام. لو ما سقيتش والامور عندك كويسة برضو ما عندناش مشكلة، المهم يا معلم ساعة ما تزرع او يوم الزراعة الاقي عندك الجدر ابيض، الاقي الجدر عندك ايه؟ ابيض، الاقي الجدر عندك ابيض، تمام؟ ما لاقيهوش ملون، ما لاقيش عندك حناء، ما لاقيش الدنيا مش مظبوطه معاك، تمام؟ ده اللي انا عايزه من حضرتك، الجدر لازم يكون ابيض، ابيض زي الشمعه كده. لو جيت على شتله الفراوله ده اهي وقلعت منها واحده، دي انا زارعها وهعمل لك عليها، هلاقي الجدر ابيض اهوت زي الفل. انت فاهمني؟ اهو دي فراوله على فكره مش خيار. لا في حد يقول لي لازم يكون ابيض كده، تمام؟ الشتله بتاع الجدر بتاعك لازم يكون ايه؟ يكون ابيض، تمام؟ كده يبقى انت مدخل الشتله بتاعتك للارض وهي 10/10 بدل ما الامور تنزلق عندك لدنيا مش كويسه، لان لو انت حضرتك دخلت الارض بتاعتك الشتله كويسه هتشتغل بسرعه مش هيبقى فيها اي مشكله خالص.